الحقيقة مشاهدين أنه يعني على مدار يومين امبارح والنهاردة صندوق تحيا مصر بينظم قوافل نور حياة في عدد من المحافظات اللي بتستهدف الكشف على آلاف المواطنين لتشخيص حالاتهم وأيضا إجراء العمليات للحالات المرضية اللي محتاجة ده واللي يعني محتاجة لتدخل جراحي. كمان في عمل نظارات مجانية لكل الحالات اللي كمان محتاجة ده. خلونا نعرف التفاصيل أكتر عن هذه المبادرة ومدتها قد إيه وإيه العدد المستهدف منها. معانا على التليفون الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر. صباح الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا هي القوافل المستمرة على طول، لكن على أي أساس بيتم اختيار الأماكن اللي تروح لها هذه القوافل وفي عمليات بتتم؟ طب المواطن بيتحمل أي نفقة تخص هذه العمليات ولا لا؟ طيب نبدأ من نقطة النفقات. هو ما فيش أي خدمة بتقدم من صندوق تحيا مصر بتقدم بمقابل، كل الخدمات بتقدم بشكل مجاني، وده الهدف من توفير أي خدمة للأسر الأولى بالرعاية أو المواطنين المستحقين من خدمات صندوق تحيا مصر. ازاي استفيد من مبادرة نور حياة؟ احنا قاعدين عندنا عدد من الشركاء في كل محافظات الجمهورية، سواء من المتطوعين او من مؤسسات المجتمع المدني، وصولا للجمعيات القاعدية الموجودة في القرى والنجوع، واللي كتير منها الحقيقة كان عنده في بداية المبادرة زي قوائم انتظار لحالات مستحقة لإجراء بعض العمليات الخاصة بالعيون، ولكن طبعا التكاليف كانت بالنسبة لهم غالية، فكانوا الحقيقة يعني عازفين على علاج. طيب أستاذ محمد، كل العمليات الخاصة بالعيون بتنفذ من خلال هذه المبادرة؟ احنا مستهدفين طبعا في البداية 200 ألف عملية مية بيضاء، وده الحقيقة نتيجة الدراسة اللي سبقت تطبيق المبادرة، ولقينا ان الأكثر شيوعا هي عملية المية البيضاء. في بعض العمليات الصغيرة والتدخلات الجراحية الصغيرة دي برضو بتتعمل، وصولا لفكرة بقى زرع القرنية وما إلى ذلك، دي بتبقى عمليات قليلة جدا في العدد، وبيتم يعني إن احنا بنتابع مع الحالة اللي محتاجة ده، لأن حضرتك عارف إن لازم يكون في متبرع وتوفير القرنية وما إلى ذلك. عظيم. طيب أستاذ محمد، عايز أسأل حضرتك عن الكشف عن الأطفال، و ازاي الكشف المبكر يخدم اكتر في مساله علاج يعني الابصار واي مشاكل يعني يتم اكتشافها مبكرا من خلال هذه القوافل؟ هو المحرك الاساسي لتدشين مبادره نور حياه واهتمام السيد الرئيس بها هي فكره اعلان منظمه الصحه العالميه ان 80% من مسببات ضعف فقدان الابصار نقدر ان احنا نوصل لحاله الشفاء الكامل منها لو تم التشخيص مبكرا وتم التعامل معها. عشان كده الحقيقه كان في اهتمام بالكشف المبكر على تلاميذ المرحله الابتدائيه، مش بس عشان الكشف المبكر، وعشان كمان نوفر النظارات اللي نقدر بيها نحافظ على مستوى نظر الاطفال، وكمان نوعي ولي الامر ان ابنه او بنته محتاج الكشف الدوري كل 6 شهور علشان يقدر يحافظ على نظره. كمان كان في فكره التسرب من التعليم او عدم التحصيل في الفصل الدراسي نتيجة ان الطفل مش شايف، وطبعا ممكن يكون المدرس في الفصل مش واخد باله ان هو عنده مشكلة صحية، فده كل دي الحقيقة كانت المبادرة بتعالجها. ده بالاضافة للمعلومات اللي وفرتها منظمة الصحة العالمية كاسلوب توعوي نقدر ان احنا نوفر بيه يعني زي خدمة دورية داخل المدارس نوعي بها التلاميذ ازاي يحافظ على نظره. جميل ان يكون في متابعه دوريه كمان يا استاذ محمد، لكن خليني اسالك لو في حاله جت وكشفت وانتوا قلتوا ان هي محتاجه ان هي تدخل عمليات، ازاي بيتم التعامل معاها؟ خليني اقول لحضرتك اسلوب اداره المبادره. احنا بنعمل قافله ميدانيه بيتم تحديد الحالات بشكل مسبق، لان احنا بنعمل كشف رمض، وبالتالي ان هو بيبدا بالضغط والسكر ثم بعد كده كشف الرمض. لو هو محتاج ان هو يتم صرف العلاج ليه بيتم صرف العلاج من صيدلية موجودة داخل القافلة. كشف النظارة بيتعمل داخل القافلة، وبعد كده بيستلم النظارة من خلال فرع الجمعية اللي بتشتغل معانا في المحافظة. عملية التحويل للمستشفيات احنا بنشارك معانا إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بغرف العمليات، عشان احنا بنشتغل عندهم خميس وجمعة في غرف العمليات الخاصة بهم في كل مستشفى عسكري موجودة في كل محافظة بيتم التحويل. وبنفس الاسلوب في وسيلة انتقال من وإلى القافلة، وفي وسيلة انتقال من وإلى المستشفى. يعني كل اللي بيعمله هو فقط انه يكشف، انه بس يجي عشان يكشف بالضبط،
يعني ما فيش اي خطوه بتبقى مطلوبه من المريض او من المواطن المستحق غير ان هو يتتبع معانا الاجراءات اللي احنا بنبلغه بيها بدري قبل القافله علشان يقدر ان هو يحصل على الخدمه. وما تنساش حضرتك ان في حد بيكون محتاج عمليه ميه بيضاء في العينين فبيعمل العمليه الاولى وبعدين بتحدد له موعد اخر علشان يجي يعمل العمليه الثانيه، وكل ده بيدار من خلال سيستم الكتروني مخصص ل مبادرة نور حياة، مسجل الرقم القومي بكل البيانات الخاصة بالكشف الخاص بالمريض اللي اشتغل مع نور حياة. عظيم أستاذ محمد، يعني الكشف بالمجان والعمليات بالمجان ووسائل مواصلات لتوصيل الناس من وإلى المستشفيات. عايز أسأل حضرتك إيه الرقم المستهدف من خلال المبادرة اليومين اللي فاتوا امبارح والنهاردة، وصلنا لكام وإيه هو أصلا الرقم المستهدف؟ احنا الحقيقة يمكن يعني مشكلة انتشار فيروس كورونا عطلت شوية من تنفيذ القوافل الميدانية او ادت الى اغلاق بعض المستشفيات وتحويلها لعزل، ده اخرنا شوية وخلانا بعد ما استئناف المبادرة ان احنا نقلل من قوى الاستيعابية، لكن تباعا الحقيقة مع تفاهم الناس للاجراءات الاحترازية ابتدينا نزود، فبنستقبل في اليوم الواحد 1000 في القافلة الواحدة، يمكن احنا الخميس والجمعة 7000 حالة بتستفيد من مبادرة نور حياة في السبع المحافظات. بكرة بإذن الله بنشغل غرفة عمليات مستشفى مطروح عشان تستقبل الحالات، وعلى مدار أسبوع هنبتدي نستقبل الحالات من كل المراكز التابعة لمحافظة مطروح. تباعا قبل نهاية السنة إن شاء الله هنشغل غرف العمليات اللي موجودة في محافظة أسوان وجنوب سيناء، لأن هو الحقيقة إحنا ما نقدرش نعمل قافلة ميدانية إلا لما نضمن إن في غرفة عمليات موازية هتشتغل قصادنا، علشان ما أقدرش أقول للشخص إن أنت محتاج عملية مية بيضة وأسيبه وأمشي، لازم أديله الخدمة كاملة، لأن أكيد الجانب المعنوي عند المريض بيبقى كمان بيوازي الجانب المادي إن هو يحصل على الخدمة. ده عظيم جدا. طب إحنا إزاي بنعرف الناس إن المبادرة موجودة عندهم في المحافظة؟ زي ما قلت لحضرتك سواء ان احنا بنعلن مسبقا من خلال منظمه المجتمع المدني اللي بتشتغل معانا ومنها الى الجمعيات القاعديه اللي منتشره في القرى والنجوع، بيتم اعلان سواء في الجوامع سواء في وسائل الاتصال اللي بينهم وبين بعض، كمان احنا بنعلن من خلال وسائل بتاعتنا سواء السوشيال ميديا او من خلال الكول سنتر، لان احنا بيجي لنا حالات كتير جدا، لان في كل قافله بتطلع احنا بنعلن بنقول لو انت محتاج تكشف ابعت لنا رقمك القومي، فاحنا عاملين زي كشوف ليها بريوريتي او اولويه كده للكشف، دي كمان بتستفيد من خلالنا. وبعد كمان حتى يعني كل ما بنتواصل مع وسائل الاعلام بيجي لنا تليفونات كتير جدا جدا. عظيم، بيساعدكم في كده المنظمات اللي موجوده في المحافظه، وعلى اساس ده كمان بتختاروا المكان جوه المحافظه اللي هتكونوا موجودين فيه. بنعمل نقطة التقاء، لازم تكون نقطة التقاء لأن حضرتك بتجمع حالات من قرى ونجوع مختلفة، لو حضرتك خصيت قرية صغيرة فأنت هتحد من حجم الاستفادة. صحيح، عشان كده بيبقى فيه وسائل انتقال بنعملها، وطبعا بيبقى التنسيق مع السادة المحافظين ومديريات الصحة ومديريات التربية والتعليم، هو ده سر نجاح أي مبادرة بيشتغل فيها صندوق تحيا مصر، إن احنا لدينا من القدرة على حشد كل الجهود وصولا ان احنا نحقق الهدف المرجو من اي مبادرة بننتشرها. صحيح يا استاذ محمد، حالة التنسيق والتعاون مع سواء مؤسسات يعني المجتمع المدني او المحليات اعتقد انها يعني احدثت فارق كبير في مسألة الصحة والقوافل الطبية. طبعا ما فيش شك في كل المجالات الحقيقة، لان في النهاية اي حد بيشتغل في جزيرة منفصلة هو في النهاية اكيد هيوصل لمرحلة اهدار موارد، لان هو في النهايه شايف الموضوع من منظور واحد، لكن لما كلنا بنتفق على اتجاه واحد وده بيكون اتجاه عام للدوله زي ما بيحصل دلوقتي في المبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري. مفيش جهه في مصر سواء جهاز دوله سواء قطاع خاص سواء مجتمع مدني حابب يشارك في تطوير قريه الا هو عنده خلاص رؤيه متكامله حطتها الدوله، ان اللي عايز يطور قريه هيعمل 1 2 3. كل الشكر لحضرتك استاذ محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، الف شكر ليك.